السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم جديد مع مترو الصحافة نطلع على العناوين محليا وعالميا. معطيات من مركز ركاز التي نشرت صباح اليوم التابع لجمعية الجليل في إسرائيل، نحو نصف مليون امرأة عربية ما فوق جيل 18 عاما، نحو 100,000 منهن تعرضن للعنف خلال السنة الأخيرة، ونحو 20,000 منهن تعرضن لتحرش أو اعتداء جنسي، ونحو 67,000 منهن تعرضن لأحد أشكال التحرش عبر الإنترنت، ونحو نصف النساء العربيات في الداخل عبرن عن أنفسهن بأنهن لا يشعرن بالأمان. إذن إضراب اليوم على خلفية الاعتداء وتصاعد العنف ضد النساء في المجتمع العربي بشكل خاص وفي المجتمع الإسرائيلي أيضا في إسرائيل بشكل عام. في سياق آخر أيضا سنتحدث عن تطورات أمنية في منطقة الشمال، وإلى العناوين. نبدأ مع وكالة وفا، استشهاد شاب برصاص الاحتلال في طول كرم. استشهد فجر اليوم الثلاثاء الشاب محمد حسام عبد اللطيف حبالي 22 عام من مخيم طول كرم برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات التي وقعت في الحي الغربي للمدينة. وأفادت مراسلة وفا بناء على معلومات طبية في مستشفى الشهيد ثابت الحكومي بأن الشاب حبالي استشهد بعد إصابته بعيار ناري في الرأس والأطراف السفلية. نبقى مع وكالة وفا، الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في القدس. هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس تحرسها قوة عسكرية معززة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء منزلا قيد الإنشاء في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. في عرب 48 النائب عودي يرافق عباس ويلتقي البابا. التقى النائب رئيس القائمة المشتركة أيمن عودي البابا فرانسيس، حيث انضم عودي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لسلسلة لقاءات في الفاتيكان وإيطاليا. وقال عودي: حملت معي حجرين من قريتي إقرث وكفر برعم المهجرتين ورسالة مفصلة حول الكثير من القضايا التي تهمنا كشعب. وأضاف عودي أن البابا فرانسيس يتميز بحس شعبي حقيقي، ونلمس دوما اهتمامه الصادق بالمستضعفين وبعدة قضايا اجتماعية أرى بقداسته عنوانا أخلاقيا لدعم قضايانا. وإلى الصحافة الإسرائيلية، في واينت جاء أطلق الجيش الإسرائيلي عملية الدرع الشمالي، وقال: لقد اكتشفنا أنفاقا لحزب الله اخترقت الأراضي الإسرائيلية، ولكن هذا لا يشكل تهديدا فوريا على إسرائيل ويمكن التعامل معها، وعلى الرغم من حساسية الوضع تم الاحتفاظ بالمدنيين في المنطقة. فيها أرتس عن نفس الموضوع عنوان رئيسي: أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي عملية واسعة النطاق لتدمير أنفاق حزب الله التي تعبر إسرائيل. وفي إسرائيل هيوم العنوان الرئيسي: الدرع الشمالي، الجيش الإسرائيلي يشرع في عملية واسعة النطاق لتدمير أنفاق حزب الله على الحدود اللبنانية. وفي وصف العملية جاء بأنها ستكون تحضير لعملية مطولة، وجاء أيضا بأن حزب الله يتلقى الدعم من إيران ويحصل على الأموال وأيضا على الأسلحة من أجل إنشاء نشاطات إرهابية ضد دولة إسرائيل. وجاء في موقع والله: أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي عملية عسكرية لتدمير أنفاق حزب الله. أخيرا مع هآرتس في سياق آخر: اليوم ستكون صرخة. يارا أيوب 16 عاما من الجيش وسليفانا كاجي 12 عاما من تل أبيب قتلتا الأسبوع الماضي، انضمتا إلى قائمة النزيف 22 امرأة قتلنا منذ بداية العام. إذن سمعنا بأن هنالك تفاصيل جديدة في موضوع العنف ضد النساء، وهنالك أيضا مجالس محلية بلديات وشركات هايتك ومؤسسات كبرى انضمت لهذا الإضراب. الحديث عن هذا الموضوع معي الناشطة علا نجمة يوسف من صندوق مبادرات إبراهيم، يعطيك العافية علا. أهلا وأهلا علا. أولا، لمن توجه هذه الرسالة؟ للمجرمين، للمعتدين، أم لمؤسسات الدولة؟ لأنني أعتقد بأن المعتدي يعني لا يسمع كثيرا لمسألة إضراب. الرسالة الأولى موجهة أكيد للمسؤولين ولمؤسسات الدولة، والرسالة الثانية موجهة لنا كمجتمع
أنا أدعو المشاهدين والمشاهدات المستمعين والمستمعات الكرام، نحن اليوم في حالة طوارئ، مجتمعنا في حالة طوارئ. 24 امرأة قتلنا بدم بارد فقط هذا العام، 10 منهن نساء عربيات، 24 عائلة وائل عانت الفقدان، أمهات ككالة، أطفال فقدنا أمهاتهم لأن هناك مجرم يتجول حر بيننا لا حسيب ولا رقيب. وهنا الأصبع الاتهام الأول هو للشرطة، هو لمؤسسات الدولة، هو لنا كمجتمع أيضا. الموت لا يوجع الموتى، الموت يوجع الأحياء، وعلينا جميعا أن نخرج إلى الشارع وأن نقول صرختنا. نعم علا، يعني العمل في هذا السياق جدي نسبيا، أو على الأقل جدي أكثر من سنوات سابقة. المؤسسات المجتمع، مؤسسات المجتمع المدني، الناشطات، الاجتماعيات، مستوى الوعي يرتفع، بالتوازي مع ذلك مستوى العنف يرتفع. كيف تفسرين هذا التناقض؟ عمليا المجتمع العربي بيعاني من حالة تفكك، وإحنا كلياتنا عايشينها وكلياتنا حاسينها. موضوع العنف في السنوات الأخيرة هو موضوع هو كتير عم بيزيد، حالات العنف في مجتمعنا إن كانت تجاه النساء أو العنف بشكل عام هو جدا كبير بالسنوات الأخيرة، المعطيات جدا كبيرة. كل يوم عم نسمع عن حالة قتل، كل يوم عم نسمع عن حدث عنيف في واحد من بلداتنا العربية. أنا بفكر إنه في السنوات الأخيرة في نوع من الوعي فعلا في مجتمعنا، لكن بالمقابل العنف عم بيزيد لأنه في حالة من التفكك في مجتمعنا. وطول ما إحنا نقف ونقول إنه العنف عم بيزيد، بالمقابل حتى عم الشغل في مكافحة العنف عم بيزيد، أنا بفكر إنه أجى الوقت وعلينا مسؤولية إنه نطلع للشارع، نسمع صوتنا في الشارع. بنفعش نضل موجودين في مؤسساتنا وفي بيوتنا بدون ما نطلع ونسمع صرختنا هاي. لازم يكون في إنا صوت، ولازم يكون في إنا صوت جدا قوي، واليوم هو فرصة إنه نسمع صوتنا، اليوم هو فرصة إنه نشارك في الإضراب، اليوم هو فرصة إنه نخرج للشارع. كل حدا من محله، كل إنسان بشعر إنه هذا مجتمع بهمه، وإنه هو بده يبني مجتمع آمن إله لعائلته ولولاده لحياته، عليه مسؤولية إنه يطلع للشارع. إن ما نجحنا إنه نوصل على الوقفات الاحتجاجية الكبيرة، بادروا في بلداتكم، في مفارق بيوتكم، في مفارق حاراتكم، في داخل مؤسساتكم، تحدثوا عن الموضوع مع أولادكم، ارفعوا الوعي. المسؤولية مسؤولية مجتمعية وليست فقط مسؤولية مؤسسات مجتمع مدني. العزيزة علا نجم يوسف، نتمنى لكم يوم ناجح ومثمر ومؤثر على المجتمع العربي في البلاد، لأنه 10 نساء كما تفضلت من أصل 24 هن نساء عربيات، وهذا يفوق نسبتنا في إسرائيل بكثير. إذن والآن ننتقل إلى العناوين العالمية، ماذا جاء اليوم في الصحافة، ثم ننتقل مع ما يحدث على الحدود الشمالية. عالميا نبدأ مع روسيا اليوم. بابا الفاتيكان يدعو للحفاظ على هوية القدس. أعرب بابا الفاتيكان فرانسيس عن قلقه إزاء وضع القدس خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ودعا للحفاظ على هوية المدينة المقدسة للديانات الإبراهيمية الثلاث. وجاء في بيان صادر عن الحبر الأعظم في أعقاب اللقاء أن اهتماما خاصا أعير لوضع القدس، مع التأكيد على أهمية الاعتراف بهويتها والحفاظ عليها وعلى القيمة العامة للمدينة المقدسة للديانات الإبراهيمية الثلاث. وأكدت الفاتيكان على ضرورة استئناف عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين والتسوية على أساس حل الدولتين. في رويترز، نتنياهو يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي إيران وقضايا إقليمية أخرى. وقال نتنياهو في بداية الاجتماع وفقا لبيان صدر عن مكتبه: أطلع لأن أبحث معكم كيف يمكننا سويا أن نوقف العدوان الإيراني في المنطقة، في سوريا وفي العراق وفي لبنان وأماكن أخرى، وأن نواصل جهودنا لتحقيق السلام والأمن للجميع. وجاء في رويترز محادثات سلام اليمن بصدد الانطلاق في السويد بعد إجلاء جرح الحوثيين. وعودة إلى موضوع السترات الصفراء في فرنسا، 4 ملايين يورو فاتورة احتجاجات السبت في فرنسا. يشار إلى أن محلات الماركات العالمية المشهورة والمخابز ومعارض السيارات في شارع الشانزليزيه أغلقت أبوابها بسبب الاحتجاجات،
فيما تعرضت العديد من المحلات التجارية والمصارف الآلية لعمليات نهب، وقتل في المظاهرات المتواصلة منذ 17 من نوفمبر تشرين الثاني شخصان، وأصيب 1043 شخصا بجروح، بينهم 222 من رجال الشرطة، وتوقيف 424 شخصا. فرنسا 24، حكومة ماكرون تسابق الزمن لحل أزمة السترات الصفراء وسط دعوات جديدة للتعبئة. استقبل رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الاثنين قادة الأحزاب السياسية الأساسية في البلاد ورئيس بلدية باريس لبحث المقترحات للخروج من أزمة السترات الصفراء التي تشهدها البلاد منذ نحو أسبوعين. من جانبهم أعلن الممثلون عن حركة الاحتجاج أنهم لن يشاركوا في المحادثات المرتقبة مع فيليب لأسباب أمنية، بالتزامن مع تواصل الدعوات للتظاهر من جديد يوم السبت بدءا مع تحرك طلابي احتجاجي، فيما يرى مراقبون أنه كلما مر الوقت كلما كان الثمن السياسي باهظا. وأخيرا في البي بي سي، ممثلو السترات الصفراء ينسحبون من اجتماع مع رئيس وزراء فرنسا. أعلن متحدث باسم الحركة رفض الحوار مع الحكومة لأسباب أمنية، وقال بعض أعضاء الحركة إنهم تلقوا تهديدات بالقتل من متظاهرين متشددين يحذرونهم من الدخول في مفاوضات مع الحكومة. وبدأت احتجاجات السترات الصفراء اعتراضا على ضريبة الوقود المثيرة للجدل منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني، لكنها تطورت لتعكس غضبا واسع النطاق على الحكومة. إذن قبل نحو أسبوعين تحدث نتنياهو عند تمديد فترة حكومته عن فترة أمنية معقدة تمر فيها البلاد، ولم يوضح ذلك حينها، ولكن في الساعات الأخيرة التقى وزير الخارجية الأمريكية بومبيو للحديث عن الخطر الإيراني كما وصفه. وصباح اليوم يعني بدأت تتكشف الصورة رويدا رويدا بأن إسرائيل اكتشفت أنفاق تابعة لحزب الله في المنطقة الشمالية، وهي تقوم بالتخلص منها منذ صباح اليوم في عملية جديدة. للحديث عن هذا الموضوع وما يحدث على الحدود الشمالية معي الصحفي العزيز عطا فرحات من الجولان السوري المحتل. يعطيك العافية عطا. يعطيك العافية عطا. المناطق التي عزيزي فيها هذه العمليات، أي منطقة يبحثون فيها عن الأنفاق؟ الحديث اليوم يدور عن المنطقة المحادية للشريط الفاصل بين جنوب لبناني ومنطقة المطلة. هذه المناطق المحادية والتي كانت دائما منطقة عبور الجيش الإسرائيلي داخل جنوب لبناني، ما شاهدناه اليوم وما نسمعه وما نراه، وحسب اعتقادي أن نتنياهو دائما كان يبحث عن حبل نجاة لانتخاباته القادمة. كانت له محاولتان فاشلتان في غزة، فشل في غزة وفشل في محاولة ضرب العمق السوري أيضا كضرب مستودعات أسلحة لحزب الله داخل سوريا بحجة. اليوم المحاولة الثالثة، وذلك لرفع رصيده التهم التي توجه إليه والملفات التي تفتح ضده. العملية لن يكون هنالك عملية أوسع حسب رأيي، ولن يكون هنالك رد لحزب الله، لأن كل ما يجري داخل الجزء المحتل. لذلك أعتقد أنها انتهت اليوم، ومجرد استعراض إسرائيلي لرفع معنويات نتنياهو ولرفع رصيده بين الشارع الإسرائيلي وخاصة في منطقة الشمال، وأن إيران هي التهديد الكبير وهو وحده من يستطيع أن يدافع عن الشعب الإسرائيلي في وجه هذا العدوان الكبير الذي يصوره كأنه إيران وحزب الله وهذا الحلف الموجود ضد إسرائيل. وإذا ذهب من رئاسة الوزراء لن يكون هنالك مدافع آخر مكانه. كل الحكاية اليوم وكل القصة اليوم أعتقد أنها انتهت في هذه الساعات، ولن يكون هنالك تصعيد آخر أو تصعيد جديد، لأنها مجرد مسرحية هزلية يستطيع أي طفل أن يشاهد الإعلام الإسرائيلي يستطيع أن يكتشفها. نعم، أعتقد هنالك من يرى بأن الأمور فعلا تشهد توتر، ما الفيديو الذي نشره حزب الله قبل أيام يعرض في مناطق منها مقر قيادة الجيش في تل أبيب ما يسمى الكرياء، ويقول إذا هاجمتم ستندمون، واجتماع مع بومبيو خلال الساعات الأخيرة، والحديث عن نقل القوى الإيرانية من سوريا إلى لبنان الآن
هل هذا يشير للمرحلة القادمة فقط، يعني بعد أشهر طويلة ربما سنوات وليس الفترة القريبة؟ يجب التأكد من عدة نقاط. أولا، لبنان دولة وهنالك ليس الجميع حلفاء حزب الله. في حال نقل مجموعات كبيرة من القوات الإيرانية إلى لبنان سيعترض الكثيرين، وكان يجب أن يتحدث عن ذلك من يعادون حزب الله داخل لبنان. لذلك هذا الموضوع سقط كونه لم يكن هنالك أي معارضة من داخل لبنان. هذا يعني أن الحدث لم يكن موجودا. حزب الله يتحدث عن موضوع دفاعي في حال إن هاجمتم. لذلك هو متوقع أن نتنياهو من الممكن أن يقوم بأي عمل عسكري ضد الجنوب اللبناني وضد حزب الله من أجل إنقاذ نفسه في الانتخابات. لذلك التهديد جاء لا تحاول في جبهتنا لأنك ستندم في هذه الجهة إذا حاولت، وفي هذه الجبهة إذا حاولت أن تتقدم في جهة جنوب لبناني وفي جهة حزب الله وفي حال مهاجمتنا. هذه هي فكرة حزب الله وهذه فكرة المقاومة، أن لا تتقدم ولا تحاول في جهتنا لإنقاذ نفسك. المشاكل الداخلية ابقيها لديك، مشاكلك الداخلية ولديك أزماتك الداخلية ولديك انتخابات قادمة، لكن لن يكون رصيدك على حساب حزب الله وحساب المقاومة. هذا ما أراد حزب الله من نشره ومن كلمته ومن الأفلام التي عرضها، أنه أي محاولة في هذا الاتجاه سنضد القوة، وهذه القوة لن تكون بسيطة هذه المرة. العزيز الصحفي عطف رحات من الجولان السوري المحتل، شكرا جزيلا لك. إذن استمرارا لتحليل ما يحدث في الجبهة الشمالية ووضع نتنياهو، وهل هنالك فعلا قضية أمنية كبيرة مقبلة عليها المنطقة يتم التحضير لها أمريكيا وإسرائيليا؟ لكم هذا المقال التحليلي. الصراع بين إسرائيل وإيران الآن في الملعب اللبناني، مقال بقلم عاموس هرئيل من صحيفة هآرتس. تبدو الحادثة التي وقعت في سماء سوريا مساء يوم الخميس، والتي وصفت بأقوال دراماتيكية في وسائل الإعلام، بأثر رجعي حدثا صغيرا نسبيا. شخص نظام الدفاع الجوي السوري ما وصف بحركة غير عادية لطائرات إسرائيلية في جنوب سوريا. أطلق السوريون نحو 20 صاروخا مضادا للطائرات، وخلافا لادعاءاتهم لم يصيبوا أي طائرة إسرائيلية أو أي صاروخ إسرائيلي. لم يتم تلقي أي تقرير موثوق من سوريا عن أضرار تم التسبب بها في الهجوم الإسرائيلي. حتى روسيا لم تهتم إطلاقا بالإدانة أو التطرق بصورة رسمية للحادثة. سقطت بقايا أحد الصواريخ المضادة للطائرات السورية في هضبة الجولان في الجانب الإسرائيلي، ولكنها لم تتسبب بأضرار. ومثل ما هي الحال في حالات أخرى مؤخرا، هذا يبدو كرد زائد وغير مراقب من جانب السوريين، الذين في مرة سابقة في 17 أيلول أدت إلى إسقاط طائرة استخبارات سورية بالخطأ. وقعت الحادثة بعد ساعات معدودة من تصريح استثنائي لرئيس المخابرات السابق عاموس يدلين، الجنرال احتياطي يدلين الذي يترأس الآن معهد بحوث الأمن القومي. قال في مقابلة مع قناة الإذاعة 103 إنه في الأسابيع الأخيرة حدث تغيير في سلوك إيران في المنطقة، إضافة إلى أن الروس غاضبون منا ويديرون ظهرهم لنا. أنا أقدر أنهم نقلوا رسائل شديدة أيضا للإيرانيين، التي تقول إنه بتمركزهم العسكري وبمصانع الصواريخ في سوريا هم يتسببون بالضرر لمحاولة الاستقرار في سوريا. قال يدلين، سوريا مستقرة لا تلائم الروس، انخفضت الهجمات الإسرائيلية تقريبا إلى الصفر، وأنا أقدر أن هذا ليس بسبب أننا لا نريد، بل لأن الإيرانيين غيروا التكتيك، هم ينقلون كل شيء إلى لبنان. صرح يدلين علنا بما سبق ورمز إليه كبار الشخصيات الإسرائيلية مؤخرا بسبب التغيرات التي فرضتها روسيا. انتقل معظم الصراع بين إسرائيل وإيران إلى دول أخرى، وإسرائيل كما قال رئيس الحكومة نتنياهو في خطابه في الأمم المتحدة في أيلول الماضي، قلق من جهود إيران وحزب الله لإقامة خطوط إنتاج للسلاح الدقيق في لبنان. في جزء من الطلعات الجوية المتواترة من طهران إلى بيروت يتم تهريب هذه الوسائل القتالية جوا بدل من الانتقال على الأرض عبر سوريا. هكذا يتراكم في لبنان عدد من التغييرات التي تشغل متخذي القرار في إسرائيل. محاولة إقامة مصانع سلاح دقيقة
اهتمام روسي متزايد لما يحدث في سوريا بعد استكمال تعزيز المظلة الجوية لنظام مضادات الطائرات الروسية في سوريا، عودة جزء من مقاتلي حزب الله من سوريا إلى لبنان مع ذوبان الحرب الأهلية السورية والتغييرات في انتشارها في لبنان، استمرار تحسين العائق الإسرائيلي في أجزاء من الحدود مع لبنان الذي سيصل قريبا إلى المناطق المختلف عليها بين الطرفين قرب رأس الناقورة ومنطقة المنارة. سبق أن أعلنت إسرائيل أنها تنوي مواصلة بناء العائق والجدار هناك رغم التحذيرات اللبنانية. هناك شك كبير بأن حزب الله يريد الآن حربا مع إسرائيل، ولكن شحذ القدرات الهجومية لحزب الله في الحرب الأهلية السورية ومع عودة جزء من وحداته إلى لبنان يقلق الجيش الإسرائيلي. وفقا لذلك يتزايد أيضا الشك في الجانب اللبناني بخصوص مخططات إسرائيل التي تترجم إلى تهديدات ضدها. نشر حزب الله في نهاية الأسبوع فيلما قصيرا تهديديا تظهر فيه صور جوية لمواقع إسرائيل منها قادة وزارة الدفاع في تل أبيب. أرفق الحزب بالفيلم القصير كتابة بالعبرية: إذا تجرأتم على الهجوم فستندمون. رد المتحدث بلجان الجيش الإسرائيلي بصورة لاذعة بالعربية في الشبكات الاجتماعية: من يعيش في بيت من زجاج عليه عدم إلقاء الحجارة على الناس، وهو بهذا يقتبس الرئيس الليبي معمر القذافي. كل هذه الأقوال قيلت بعد أقل من أسبوعين على خطاب نتنياهو الذي حذر فيه من فترة أمنية عاصفة. أقواله هذه كانت لها خلفية سياسية، محاولة نجحت حقا لإبقاء وزراء البيت اليهودي في الحكومة بعد استقالة إسرائيل بيتنا، ولكنها أثارت تساؤلات أيضا بخصوص نوايا هجومية محتملة لإسرائيل، لأنه حول غزة موقف نتنياهو واضح نسبيا، هو يريد الامتناع بقدر الإمكان عن حرب مع حماس، فقد وجه معظم الاهتمام لحزب الله. صادقت الحكومة في هذه الأثناء على تمديد فترة ولاية رئيس الأركان جادي أيزنكوت بأسبوعين أكثر من المخطط له حتى منتصف شهر كانون الثاني. نشر بعد وقت قصير من ذلك الإعلان عن إلغاء زيارة حددت لرئيس الأركان إلى ألمانيا، ولكن يبدو أن من يشدون خط مباشر بين كل هذه النقاط يقربون قليلا ما سيأتي لاحقا، لا يطيلون فترة رئيس الأركان بأسبوعين فقط بسبب أن من المتوقع حدوث حرب، ومن المعقول أنه لو خطط لحرب كهذه فإن الجيش الإسرائيلي لم يكن ليعلن أي شيء عن إطالة فترة ولاية رئيس الأركان. التفسير الأكثر معقولية هو أنه حقا يتوقع مجيء فترة متوترة على خلفية التغيرات في الشمال وجهود التسلح لحزب الله، ولكن لا يوجد بعد هنا عملية حتمية تقود بالضرورة إلى حرب. يجدر القول أيضا أن إسرائيل وحزب الله سبق لهما وجربا فترات توتر مشابهة في السنوات الأخيرة، ومع ذلك نجحتا في الحفاظ على أكثر من 12 سنة من الهدوء شبه المطلق بعد انتهاء حرب لبنان الثانية. سنوات أخرى من التوتر في المنطقة وأسئلة مرة أخرى أمنية لا إجابة عليها حتى الآن على الأقل، وننتظر التغيرات الدراماتيكية. المنطقة هذه مجنونة، كل ساعة يمكن أن يحدث شيء جديد. نراكم على خير، تذكروا أوقفوا قتل النساء وقاطعوا وعاقبوا من يهينهن ومن يعتدي عليهم. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.